السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ بقالنا مده ما دردشناش كده، وخلينا ندردش ونتكلم دلوقتي ونقول شويه حاجات لطيفه. اولا اعمل شير علشان يوصل للناس، لان انت عارف هم شغالين في الريبورتس، عاملين كل يوم يعملوا ريبورتس على الصفحه وعلى الكومنتات وعلى مش عارف ايه وبتاع، حرب يعني شعواء زي ما بيقولوا. على ايه مش عارف، مش قادر افهم يعني، رغم ان هتلاقيني في الاخر كلامي في مصلحه التاجر اللي هو بيسمي نفسه تاجر، يعني هتلاقيني في الاخر الكلام في مصلحه الاسواق. عادي يا جماعه، الموجه عاليه والمصريين معهمش فلوس، لازم تبقى مقتنع بده. وسلعه غاليه زي سلعه السيارات خلاص اصبحت سلعه مش متاحه للشراء، فاعمل شير علشان يوصل للناس وعلشان نقاوم الريبورتس بتاعتهم اللي بيعملوها دي، اللي مش عارف ايه الهدف منها. يعني ليه مش عايزين؟ طيب مش انا بهبد؟ مش انا بقول اي كلام؟ مش انا كلامي مش مؤثر؟ ليه قاعدين عندي على الصفحه وعمالين تعملوا ريبورتس وكل شويه يجي لي وبتاع؟ يعني ليه ما تسيبني اهبد يعني؟ تمام، ربنا يهدي. عموما يعني اعمل شير عشان الكلام ده يوصل للناس. المهم لازم تبقى عارف ان الان ليس وقت شراء سيارات منطقيا، يعني دي وجهه نظر، خد بالك. يعني ممكن انت تكون شايف وقت شراء سياره، خلاص انزل اشتري، دي حاجه تخصك، مفيش حد بيمنعك. اللي بيقول كلمه على فيسبوك او اللي بيقول راي مش هيمنعك، انت حر، تمام. لكن الان منطقيا واقتصاديا يعني، ووقت ازمات ووقت زي اللي احنا فيه ده، الاقتصاد العالمي كله يترنح، واقتصاديات تقيله زي اليابان وزي اوروبا، المنطقه الاوروبيه وامريكا فيها تضخم، بلد 8.2 بده بعد انخفاضه يعني، والعالم كله يئن وعنده مشاكل. فلازم تبقى عارف ان ده مش وقت شراء سيارات، واسواق السيارات حصل لها كولابس وحصل لها انهيار في العالم كله، لازم تبقى عارف ده كويس يعني. فده مش كلامي انا، ده كلام اقتصادي وده كلام مش بمزاجنا. ولما يحصل تضخم شديد في اسواق معينه في العالم، لابد ان يحدث ركود وثم كساد، ثم الدول بتبتدي تواجه ده اقتصاديا بانها ترفع اسعار الفايده وتسحب الفلوس اللي في ايد الناس وتدفعهم للادخار وترفع الفايده علشان التضخم يقل، علشان الاسواق يبقى فيها قل الطلب والمعروض كتير فالتضخم يبتدي يقل. ده اقتصاد يعني، 1+1=2 يعني. طيب ايه بقى اللي بيعملوه توكيلاتنا المصريين الجمال؟ والكلام ده انا قلته لك، سبحان الله قلته لك قبل التعويم ب 10 ايام، وهتلاقي الفيديو اللايف فيديو موجود، ومش عارف الناس غالبا ذاكرتها سمكيه. انا عملت لايف كده وقلت لك حتى قائد الطلعه الزيادات، قائد طلعه الزيادات هتبقى مجموعه غبور ثم تليها مجموعه منصور. انا شرحت لك القصه بالظبط، كل اللي انا قلته بيحصل. معرفش في ناس بتحب يا تنسى، يا في الناس اللي هي بعض المنتفعين باسواق السيارات او بعض المتضررين اللي يعتقدوا ان انا السبب، بيدخلوا يكتبوا كومنتات خزعبليه. الاسعار الرسميه بتزيد، طيب مفيش مشكله تزيد، ما انا قايل لك انها هتزيد. ليه بقى؟ لان تلك هي السبل الوحيده اللي في ايد توكيلاتنا المصريه دايما لمواجهتك كمستهلك. انت بيلعبوا على ايه؟ بيلعبوا على الانفليشن اكسبكتيشنز، تمام؟ دي حاجه في الاقتصاد موجوده، ان انا لما اخضك واخوفك انت هتنزل تجري تشتري وهتقول دي زادت النهارده 2 جنيه، ما الحق اخدها بجنيه قبل ما تبقى ب 3 جنيه وقبل ما تبقى ب 4 جنيه، وهو عمال يجرك لانك تبقى استهلاكي اكتر، وعمال يعني ينفضك من مدخراتك، وعمال يلبسك سلعه استهلاكيه ويقنعك انها استثماريه، وهذا منافي لكل علوم الاقتصاد وكل يعني ما يعني لم ينزل الله به من سلطان. الكلام ده مفيش حاجه اسمها السيارات سلعه استثماريه، السيارات سلعه استهلاكيه فيها ريسك، ماشي بيها على طريق ممكن تعمل حادثه، ليها رانينج كوست، ليها مصاريف باهظه قد لا تتحملها. المعظم بيشتري قسط اساسا، الانستولمنت في السيارات حاجه شديده جدا، وده بيكلفك اعباء حياتيه رهيبه قد تؤدي للتعصب والعياذ بالله. وفي ناس بتتسجن او في ناس بيتسحب منها العربيه لما تتعصب، فبتدخل تشتري حاجه انت مش قدها، وده يقعد يلبسك ويفهمك انك انت كانك بتشتري ذهب وتلاقي نفسك لبست، تمام؟ فخلينا نبقى عارفين ان تلك هي الطريقه اللي بيستخدمها الوكلاء دايما، خصوصا لما يضغط عليهم موزعينهم، يروح يقول له انت لبستني عربيه انا كنت ببيعها باوفر برايس، دلوقتي حصل ركود وحصل تعويم وحصل تحييم لسعر العمله، حصل تضخم ازيد، انا مش عارف ابيع بالاوفر برايس ده تاني، والناس ما بقاش معاها فلوس تشتري عربيات، هتعمل لي ايه يا معلم؟ يروح الوكيل ده عامل ايه بقى يا ريس؟ يروح يقعد يرفع السعر الرسمي يخضك، وده انا شرحته لك قبل التعويم، هذا ما حدث يعني. يقعد يرفع السعر الرسمي يخض فيك.
العربيات بتوصل لمرحله، وانا اللي بشرحه لك ده انا مش جايبه من عندي، وانتوا كلكم موجودين في جروبس العربيات وموجودين في على معارض كتيره. يروح زي توكيل غبون مثلا رفع الهفال، رفع العربيه الجولاين ورفع العربيه الاتش 6 ورفعهم لارقام لا يستحقوها. مفيش حد هيشتري منك هفال اتش 6 ب 860 الف جنيه، لو عملت ايه؟ محدش هيعمل كده، ومحدش هيشتري جولاين ب 710 الف جنيه. فتجد ايه؟ تجد بعد 3 ايام من الرفع وزغاريت وفرحه ورقص وطبل وزمر وجهل وشغل بصمجه وحاجه صعبه جدا، ان في مواطن بيكون بيتاجر في سلعه ويفرح برفع سعرها. انت تنافي كل اعراف الاقتصاد، وانت تنافي كل اعراف الاستثمار. انت مواطن غريب، او ده مش بيحصل عندنا هنا في مصر، شغل كده العوالم الغريب ده حاجه غريبه جدا. مفيش متاجر في العالم يفرح لان سعر السلعه بتاعته ارتفعت، ده معناه قله في البيع وانخفاض القوه الشرائيه عليه. بس الجهل سايد. يعني يجي بعد 3 ايام يحصل ايه؟ بعد ما غبور رفع الهفال ما بقتش تستحق سعرها، ما بقاش حد بيبص عليها ومرميه في الاسواق، يجي اللي انا كنت بحطه لك النهارده واللي انت بتجده، ان هفال موجوده اقل من السعر الرسمي، يبتدوا يحرقوا السعر عليها. ده اللي انا شرحته لك بالظبط، تمام؟ رفع مش رفع رسمي؟ بص على الاعلانات، بص انا منزل لك الاعلانات وبص بيعملوا ايه؟ ماشيين يدللوا عليها حرفيا، ما حدش بيشتري بعد ما رفع سعرها رسمي. يعني ما مش منطق. تيجي بعد كده تقول لي العربيه اللي مش عارف ايه بقت بايه؟ يا خبر ابيض، ايه اللي بقت بايه؟ التيبو، الفيات تيبو بقت ب 600,000 جنيه. طب ما هي كانت موجوده باوفر برايس ب 660 وب 700,000 جنيه، لحد اشتراها ب 660 ولا ب 700 ولا حد هيشتريها ب 600,000؟ ملهاش 30 لازمه، ما حدش هيشتريها. فيها تيبو سياره محترمه جدا ب 350,000 جنيه، ب 400,000 جنيه بعد التعويم، لكن فوق كده تيبو مين اللي مواطن هيروح دلوقتي يمتلك 600,000 جنيه بدل ما يحطهم؟ يعني انا ما برشحش خالص استثمار انك انت تعمل شهادات، لكن انت حر، تلك وسيله ادخار. بدل ما يروح يحطهم في سبيكه ذهب تحفظ فلوسه من التضخم، ولا بدل ما يروح يحطهم مثلا في شهاده استثماريه، بكره البنك يعني خلاص الناس كلها متوقعه ان البنك الاهلي وبنك مصر الشهاده مو 17.5، مش دي اللي هتكمل، ده هينزل شهاده اعلى. يعني بدل ما يروح يحطهم في شهاده 20 تجيب له 20%، لا يروح يقسط مثلا تيبو ب 600,000 جنيه. هو المواطن لاقي علشان يروح يجيب تيبو ب 600,000 جنيه؟ عشان يروح يجيب عربيه بلاعه بنزين وعربيه موتور 1600 يعني لطيفه كده على قدها، يعني يا دوب بتزق وهي ماشيه ب 600,000 جنيه؟ مش منطق يعني. مع الناس معهاش فلوس، انت ليه مش قادر تقتنع ان مش احنا اللي واقفين حالك؟ يا سيدي انت اللي واقف حالك. وتلاقي المعرض من دول او الموزع من دول، يعني المقصود الموزع من دول، احنا قلنا قبل كده ان التجار الصغيرين سيبهم في حالهم، ده غلبان، حتى يقعد يشتم بتاع مسامحينه، يعني ده غلبان، الا طبعا اللي بيتجاوز فيهم جامد هيتحبس مع الواد اللي هيتحبس اللي هو اللي ريحته وحشه ده، يعني في واحد هحبسه ريحته وحشه ومعاه كام واحد كده قليل ادب، شتمه بالاب والام وبتاع. لكن انا عاذر اي تاجر صغير يعني، ودول مش تجار، حتى اللي بيشتموا دول مش تجار، عيالكم سرنجيه كلهم بياخدوا 500 جنيه ولما تروح له يقلبك يقول لك هات فلوس العربيه كامله وانا اروح اجيبها لك، وبيروح يجيب من معرض ثاني وما يمتلكش عربيه في حياته ومعهوش 2 جنيه اساسا في جيبه. يعني بتلاقيهم عشان كده بتحس ان ريحتهم وحشه وهو بيعمل لايف وهو طالع مش عارف، استغفر الله العظيم يا رب، يعني ما بيستحماش حتى. فسيبك من دول، لكن اصحاب المعارض المحترمين خليهم على جنب، دول حالهم دلوقتي ما يعلم به الا ربنا. احنا بنتكلم على موزع وعلى توكيل. يا سيدي الفاضل، كل الزيادات الرسميه ليست منطقيه، ومقالها انك مش هتشتري وان التضخم مش انا اللي بقول لك ما تشتريش، انا بقول لك انت مش هتشتري، مش هتعرف تشتري. وقبل التعويم انت ما فاتكش اي فرصه، قبل التعويم فرصه ايه اللي فاتتك؟ فاتتك الاوكتافيا اللي كانت ب 950,000 جنيه اوفر برايس، فاتتك السبورتاج اللي كانت ب 1,400,000، فاتتك نيسان صاني اللي الناس عماله تقول ياه دي بقت ب 373,000 جنيه. طب ما هي ب 410 بقى لها 4 شهور. ما فاتكش اي فرص، بيستهبلوا والله من قبل التعويم. وقبل التعويم كانوا بيبيعوا نيسان صاني ب 410 ليه؟ كانوا بيبيعوا نيسان اوبترا ب 400 ليه؟ قصدي يعني شيفوليه اوبترا، ما هو الاثنين اخوات والله، شيفوليه صاني ولا نيسان اوبترا الاثنين مش فارقه، الاثنين صيني هندي يعني تمام خليطه كده. فكانوا بيبيعوا شيفوليه اوبترا ليه ب 400,000 جنيه؟ كانوا بيبيعوا تويوتا كورولا ليه ب 950,000 جنيه وب 760,000 جنيه الفئه الاولى؟ كانوا بيبيعوا ام جي 5 ليه ب 550,000 جنيه؟ كانوا بيبيعوا ام جي زد اس ليه ب 600,000 جنيه؟
مفيش عربيات لا قبل التعويم ولا بعد التعويم ينفع تشتريها. مفيش سيارة في مصر قيمة مقابل سعر. كله قلب. كله قلب. وتحول سوق السيارات لمجموعة من السيلز الغلابة بيحاولوا يقنعوا الناس بالشتيمة وبالإهانة وبالبهدلة انك انت بتفوت على نفسك فرص العمر، انزل اشتري حالا. وتحول المواطن لانه قاعد يضحك، اشتري منين؟ هو انا لاقي؟ هو انا جيبي فيه فلوس؟ اجيب منين؟ هو انا لاقي؟ ما انا معيش يا ابني، انا لو معايا هشتري. مفيش، محدش معايا، بس كده. فخلينا نكون منطقيين. الحقيقه الوحيده، الحقيقه الوحيده داخل مصر الان وداخل اسواق سياراتها، ان المستهلك لا يملك مال لشراء السيارات. واللي ما يعرفش ده يبقى اعمى. ولا انت عارف لا يملك مال ليه؟ لا، ممكن يكون كان يملك، لكن ما بقاش يملك لان ما فيش عربيه واحده تستحق قيمتها. اللي كان معاه 300,000 جنيه و250,000 جنيه يجيب سوزوكي سياز ونيسان صني، ما بقاش معاه 450,000 جنيه يجيبهم. انت عبيط، انت بتصحى تزود عليه الضعف في عربيات هو مش لاقي ياكل عشان يجيبها. انت بتقول ايه؟ اللي كان معاه 600,000 و700,000 يجيب كيا سبورتاج وهيونداي توسان، ما بقاش معاه 1,300,000 يجيبهم. لانك مختل، عندك خلل، عندك حاجه حصلت هنا في المخ افقدتك المنطق، خليتك عايز تتكسب في ظل ازمه. اقتصاديات عالم بتخسر، دول وعملات قويه بتقع، وحضرتك كتاجر قاعد هنا في مصر، انا اقصد بالتاجر الوكيل والموزع، شرحنا ده قبل كده، التاجر الصغير لا يملك من امره شيء. قاعد حضرتك هنا مقتنع انك انت هتكسب في ظل الازمه. فاهمني؟ ما بقاش معاه. المواطن اللي كان معاه 700,000 و800,000 يشتري سكودا كودياك وسيات تراكو، ما بقاش معاه 1,400,000 و1,500,000 يشتريه. معهوش والله، معهوش. المواطن اللي اشتغل كوبرا ب800 وكان متوقع انها يوم ما يضربها الدم يعني هتوصل 900، معهوش يشتريها ب1,500,000. انت فاهمني؟ فلازم تكون مقتنع. انت غلبان والله، انت اللي طيب، انت اللي كوميدي ومضحك. المواطن اللي كان بيشتري الكيا اكسيد ب400 ب399,000 جنيه، ولما بعد التعويم كان متوقع انها توصل 550، معهوش يشتريها ب850، ومعهوش يشتريها ب800. مش احنا اللي موقفينه، انت باسعارك اللي موقفه، لانك بتصنع تضخم وهمي فوق التضخم، بتشارك في ده. المنتاليتي بتاعت الانفليشن عندك فيها مشكله. انت فاكر انك انت كل ما ترعب الناس، طب بكره هديك 100 زياده، بص الليسته دي والله ما انا سايبه، خد فيها التيمو ب600,000 يا قليل ادب يا اللي مش عايز يشتري. مش هيشتري، هياخد مراته واولاده ويروح يقف قدام التيبو، وبعدين هيبص كده ويضرب كف على كف ويقول لهم مثلا انا ممكن اخد قسط بفايده زياده 2.5% بعد القرار بتاع البنك المركزي امبارح والبنك الاهلي، واتحبس عشان دي؟ مش هيتحبس عشان ياخد فيها التيبو ب600,000 جنيه. فاهمني؟ مش هيحصل. هيبص لك كده مش هيتحبس. دي ما ياخدش فيها يوم حبس، ما ينفعش. يعني انت فاهم؟ يعني يتحبس مثلا عشان البنتايجا، عشان حاجه تانية. يعني هو المفروض اساسا المواطن ما يكونش استهلاكي. احنا قافت مجتمعاتنا ان احنا لا نصنع واستهلاكيين. تلاقي الواحد من دول يا عيني راكب، طيب راكب الكورولا الجمل، ولازق هنا علبه المارلبورو، وفي ايده علبتين كمان احتياطي، تمام، وست مفاتيح عشان يبين لك يعني انه اصحاب المخازن واصحاب اللي مش عارف ايه واصحاب بتاعه وصاحب المحلات والكلام ده، والايفون الفوتين البرو ماكس، والايربادز مدلدله من العليقه اللي هي الحركه القديمه دي، تمام، يعني كله على بعضه كده شاكب راكب كده بشويه الاكسسوارز اللي عليه دي، الموبايل بالسماعات بالايربادز بالكلام ده بمش عارف ايه بالبتاع بعلب السجاير بالقصه دي كلها، داخله لها في بتاع 50,000-60,000 جنيه. وكل ده قسط، وكل ده قسط، وكل ده قسط. فصدقني ما بقاش معايا يضيف عليهم 1,000,000 جنيه العربيه. انت فاهمني؟ ما بقاش معايا. هي خربانه خربانه، ما هي كده. فما بقاش معاه والله، يا راجل يا طيب. فمشكلتنا ان احنا مجتمع استهلاكي، لكن استهلاكنا خلانا مع خلق ما فيش. انت جاي في الوقت الغلط. انا اقول لك حاجه، تجار الازمات او اللي بيكسبوا في الازمات، هي 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 وجهه نظر موجوده وموجوده في اقتصاديات كتير، لكن مش دلوقتي. الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع فيه كولابس خلاص، فيه انهيار، الاسواق بتنهار.
انا اسف ان انا اقول لك ان انا في اشهر شارع مطاعم، يعني انا المكان التجاري بتاعي في اشهر شارع مطاعم في التجمع، انا عايز اقول لك ان المطاعم فاضيه فيها ترابيزه واحده. ما هو لما مواطن ياخد اسرته واولاده ومراته وينزل محل سمك ويدفع 4000 جنيه ما معهوش، مش هي... انت فاهمني، مش هينفع. فتعالى قول للمواطن ده خد التيبو اللي كانت ب 200000 جنيه ب 287000 جنيه ومش عايز تشتريها ب 600، هيحشرك صدقني، هيحشرك، هيحتاج حاجه يسلك مناخيره فليكسوناز او حاجه. انت بتعمل كلام غريب والله، ويجي في الاخر يقول لك احنا اللي موقفين البتاع، هيبقى عايز يستنشق حاجه في وشك، عارف البتاع اللي بتدخل هنا دي، هيبقى عايز يشد ويديك حاجه. ايه تيبو ايه اللي ب 600000 جنيه؟ ايه يا توكيل، انت ايه، انت واخد كونجستال طحنه وفي حاجه؟ انت اللي بيحط الليسته دي كان ايه، في ايه؟ الكونجستال ده خطر حلو بس بيرفع الضغط، بيعمل حاجه غريب. انت واخد كونجستال شراب مع حبوب طحنهم، مين قال لك ان التيبو دي تنفع ب 600000 جنيه؟ فين ده؟ في ايه؟ تمام؟ وصلت؟ فا يا جماعه كلامي والله مش ملزم لاي حد، انت حر يعني. تمام؟ اللي معايا يا جماعه 600000 جنيه يروح يجيب تيبو، اللي معاه مليون و400 يروح يجيب كياس بوتاج، اللي معاه مليون و800 يروح يجيب اسكودا كودياك، اللي معاه مليون يروح يركب اوكتافيا امبيشن الجنط المروحه. ما حدش ماسكك، لكن ما حدش هيعرف يشتري. تمام؟ وصلت؟ بس دي من الاخر. اعملوا شير للكلام ده، مهم عشان الناس تبقى فاهمه حاله الاسواق وتحليلها الاقتصادي المنضبط الجيد عامل ازاي. من واحد ما لا مستني حاجه من حد، بيطلع يقول كلمه الضمير في وقتها. يعني في وقت مناسب واشتروا يا جماعه بنقول، في وقت مش مناسب وانا حاسس بيك وحاسس بان جيبك فاضي ما معكش هقول. انا لا حد بيديني حاجه ولا حد بيعمل لي حاجه، وهتلاقي ان انا الوحيد اللي ما بتعزمش على الحفلات، ويعني ومش من المقربين ومش من حبايب التوكيلات ومن مش عارف مين، وبتعمل اجتماعات عشان يعني ما ولا في بالي ولا في دماغي ولا ده كان هدفي يوما ما. تمام؟ انا حاسس بالناس بغض النظر انا معايا ولا معيش، انا حاسس بالناس بس كده. يلا سلام عليكم.